يوم حلو على كل المهووسين اللي بيدوروا على اخبار الفنانين واللي مهتمين جدا بالترندات، وكمان على كل الفنانين اللي بيمدونا بالترندات. ازيك يا محمد؟ الله يسلمك. زعلانه منك. ليه بس كده؟ لا زعلانه منك. ليه؟ ولا توديني غردقه؟ وحشه انا، وحشه انا ما اروحش الغردقه. يعني انا اقول لك على حاجه، يعني انت ينفع تروحي مهرجان اسمه ايه، مهرجان ملك الجمال مصر الدوليه؟ يعني لو حاجه محليه اوضتين وصاله كده كنت اقول يمكن ما ياخدنيش، لكن دوليه ليه يا محمد؟ ليه تهز ثقتي بنفسي بالشكل ده؟ انت ايه رايك في مهرجان مصر الدوليه الغردقه؟ والله بص انا ما عنديش اي اعتراض، بس عندي اعتراض شويه على المكان. يعني هو ما كانش مكان جميل، الغردقه جميل، ما هو يعني بس تحس ان ايه، عارف ان الغردقه جميله بس تحس ان حصل فيها تلوث كل حاجه وضوضاي. وبعدين بص يا محمد، يعني اللي حصل حصل، انا هسيبه لك. بس انا هنا في نقطه لازم ادافع عنها. احمد عز، يعني اعملوا اللي انتوا عايزينه كله، بس احمد عز قالت لك ابو حسنه، قالت لك انا احمد عز مش جذاب، مش جذاب وما بحبوش. بحب ابو حسنه اللي اسمه اللي مش فاكره، اللي هو اللي كان بيطلع في الفيلم اللي هو اسمه ابو حسنه. يا جماعه هتقصد عمر الشريف، بس احنا عايزين الراجل بقى. الراجل بقى بصراحه اكتر حد عجبني الراجل. ايوه يعني عارفه هو بيعمل معاه طاقه، مشاعره اتحركت، حساس، والحب الدفين ظهر. وبعدين قال لها انا بشجع مصر، وجمال مصر، الحمد لوزيري. انت شفت الفقره اللي بيقولها فيها وريحه مصر؟ مع ريحه مصر بقى انا عاوز اعرف ايه موضوع ريحه مصر. وبعدين الراجل قاعد بيعمل لقاء، فانت يعني دايما لما نكون بنعمل لقاء مع في سبيس كده بينا وبين الضيف وبتاع مش عارف ايه بالظبط. هو تقريبا يعني هو حبها عادي. هي اللقاء ده عارف كان ناقصه ايه؟ والله دي ابنتين. يا اه يا والله كان ناقص اللقاء ده، دي ابنتين. احنا هنعرض لكم طبعا اللقاء كله، يعني عشان الراجل ده حقيقة طلع ترند جامد. بس انا هقول لك على حاجه عشان ما نظلمش الراجل ده، كل لقاءاته مع كل البنات وكل الستات غلط. ظهوره اصلا على الشاشه ان هو يطلع ويمسك الحديده دي ما تنفعش. بس خلي بالك هو ده اصل ده على حاجه على السوشيال ميديا، يعني هو ده دي صفحه، يعني هو يطلع عادي ما عندناش مشكله، لكن اللي يطلعه بقى يعرفه ان انت طالع على صفحه بتحمل اسم الغردقه ايا كان بقى اسم مصر، ده طالع حاجه فيها اسم مصر. يعني هو الفكره ان هو يقول لها بحبك، يعني ايه في ايه يا عم؟ اللقاء ده ناقصه. طب لو شاف نسرين طافش هيعمل ايه؟ ولا شاف يسرى هيعمل ايه؟ ولا ده ممكن إيه؟ لا وبعدين انا برضو يعني عاتبه عليك ان هي كانت هتود لي بنصايح ان الستات تعمل ايه عشان تهتم بنفسها. انا كل لكم اشربوا ميه من الاخر. تقول لهم اشربوا ميه عشان تحافظوا على النضاره، عشان تحافظوا على النضاره، ما تلعبوش جيم. وبعيدوا عن ايه؟ وهو بيقول لها ايه؟ المحشي. المحشي، يبعدوا عن المحشي. يعني تقريبا الراجل ده هو الفائز الوحيد بالترندات الفظيعه. كان مالك الاسبوع ده التوب. البنت اللي هي اللي هو حبها، يعني انا برضو الحب حاليا طبعا طبعا. بس انا بقول لك من موقعي، أنا زعلان هذا، من موقعي هذا هو راجل حبيب كده بالفطره. بس انا زعلان ان هو ما جابش دبلتين. يا عمي هو بيحب كل الستات اللي طلعوا معاه، كل الناس كل الستات اللي طلعوا معاه كان تحس لا 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 في احساس بالمرأة. لا الراجل ده حساس. الراجل ده بينصر المرأة وانت غيران منه بقى. الراجل ده حساس. بس هو بنت انه ما جابش دبلتين معاه، فانا انصحه ان اي لقاء بعد كده يعمله يكون شايل في جيبه دبلتين. ده مع كل واحدة عادي، يبقى مش دبلتين بقى. نقول له هات الطاولة بتاعت عارف بتاعت السايخ بتاعت زمان دي وامشي وزع عليهم دبل. الراجل عارف يتعامل مع الست. احمد عز وحش. احمد عز الانسة. بص انا اللي انا مبسوطه منه، يعني اللي صبرني عليك بعد ما انت هزيت ثقتي بنفسي وما خدتنيش الغردقه، انا ما روحتنيش وما خلتنيش اروح اشارك في المهرجان بتاع مسابقه جمال مصر الدوليه اللي مش عارفه ازاي ده. خلاص اللي مصبرني دلوقتي ان انا واحمد عز نفسيتنا تعبانه. ما تزعلش يا احمد ولا يهمك. بمناسبه احمد عز، احمد عز ان شاء الله 29 ان شاء الله الشهر ده هيكون عندنا فيلم بقيمة كبيرة، مروان حامد، احمد مراد كريم عبد العزيز. لا احنا هنشوف
ان شاء الله منتظر ان احنا نشوف تحفه سينمائيه تضاف زي ما كان الفيل الازرق واحد والفيل الازرق اتنين. الفيل الازرق واحد ده انا حسيت ان هو نقل السينما من منطقه لمنطقه تانية خالص. دخلت لاول مره الحاجات اللي فيها ان انت تقدر تعمل صوره حلوه وصوره مختلفه زي الافلام بتاعت بره بالظبط. مصر بتتطور يا اولاد. وكمان عاوز اقول لاحمد عز اوعى تزعل من البنت بتاعت الغردقه، انت كل مصر بتحبها، هي ما بتحبكش عندها مشاكل نفسيه فمش مشكله. تحب ابو حسن الله يرحمه الحمد لله ان هو ما عاش وشاف اللحظه دي مين بيحبه، ربنا يرحم روحه يا رب. السوشيال ميديا بقى كانت يا محمد الاسبوع ده فيها كده تحس انها عايزه ايه، كمانجا وشجره واثنين ليمون. غير الراجل الجميل ده؟ لا ده الراجل الجميل ده مش شجره، ده حديقه كامله بشجره ليمون ما ينفعوش اثنين ليمون. الحب حلو. الحب حلو. والحقيقه ان احنا شفنا الاسبوع ده على السوشيال ميديا كذا حاله الرجاله بتصالح فيها الستات، فيا رجال العالم اتعلموا. واول واحد صالح مراته ونحب نقول لهم مليون مبروك عوضي وياسمين. الحمد لله. ايوه يعني طلعوا قال لك سمع كلامك يا محمد. احنا قلنا احنا ما قلناش ان هم اتطلقوا، احنا انا قلت محمد ما قالش ان هم اتطلقوا. لا عاوزه تتطلق تتطلق بالظبط، واحنا ما بنحبش الطلاق. احنا لو رجعوا لبعض فياسمين عبد العزيز اخر كلمه كانت احنا كلنا بنحبها طبعا. وعوضي برضو احنا قلنا ان هو راجل ممثل ان شاء الله يبقى بقيمه ياسمين عبد العزيز وتتساوى الامور، لكن الف مبروك على العوده ان شاء الله. حاول ما تزعلهاش تاني بقى عشان حافظ عليها اللي جاي ياسمين مش سهل. حافظ عليها كل فرصه بتاخدها. اي راجل على فكره مش بس عوضي ياسمين، اي فرصه الراجل بياخدها مع الست وبتروح منه ابتدي بقى يفكر في اللي بعدها. عندنا كمان عندنا ياسمين تانيه بقى. ياسمين تانيه بس انا ياسمين تانيه دي بصراحه مستغربها جدا. هم اتطلقوا في ايه ورجعوا في ايه؟ وبعدين قصه الاساءه لممرضات مصر هي دي، ده شيء مرفوض. ده حقيقي. حضرتك دخلتي تعملي غرفه العنايه المركزه زي ما بتقولي فسبتي الحاجات فهم ادوا الحاجات للمساعده بتاعتك، فانت ما سالتيش المساعده بتاعتك منطقيا كده. اول ما تطلعي هتستني المساعده بتاعتك، مش تطلعي تقولي ان البنات حرميه. ده حقيقي. انت عارفه انا اللي ضايقني الطريقه اللي هي كاتبه بيها البوست، هي كاتبه ملائكه الرحمه سرقوا كليات الالماس بتاعتي. يعني لا قولي ان تمت سرقتي لكن ما تقوليش ملائكه الرحمه، وبعدين تحس ان الموضوع فيه نوع من انواع السخريه. انا بطالب ملائكه الرحمه اللي هي بتتريق عليهم ان هم يرفعوا عليها قضيه وما يتنزلوش عليها. حصل، قدموا فعلا بالفعل مذكره ل يعني النقابه بتاعتهم ان هم بيرفضوا الاساءه، واحنا كلنا بنرفض الاساءه لاي حد ولاي جهه. وفي النهايه احنا بنقول الحمد لله على السلامه وبنقول لك ربنا يعوض عليكي في موضوع الطلاق. برضو جوزها ايه ده رجعت؟ لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ غيب ثلاث دقايق من موبايلي رجعوا. اتطلقوا من يومين ورجعوا النهارده. الترند شغال النهارده. رجعوا. طب والله ماسكه الموبايل قبل ما ندخل ما شفتها. لا انا اقول لها برده الف مبروك رجعتي، واحنا مش هنهتم بالموضوع قوي لان احنا مش بنتكلم عن ياسمين عبد العزيز. يعني مش هندي الموضوع اكتر، انا ترجعوا يتطلقوا مش مشكلتنا احنا، بس مشكلتنا هي كانت مع الاساءه للممرضات، لكن هي بقى ترجع تتطلق تتجوز دي مش مشكلتنا. ده حقيقي. احنا بس في اللقطه ان برده رمضان جوز ياسمين حط لها على بنفس طريقه العوض نفس الكتالوج، حط لها برده سامحيني ونرجع ونشحم كده تاني الحاجات اللطيفه دي. والحاله الثالثه اللي فيها حد برده اعتذر لمراته على السوشيال ميديا قدام كل الناس، محمد الشقنقيري. حالة الشقنقيري مختلفه يعني. الشقنقيري هي واحده، هو انا برده عاوز اعرف هو اي حد يطلع يقول انا يعني بتتجوزاني مين؟ انا ما عرفتيش. يعني هو فين القانون اللي يحمي الراجل بقى من الستات اللي هم بيطلعوا يقولوا ده جوزنا؟ محمد لا ما خليكي خليكي محمد لا لا خليكي معايا والله في الموضوع ده. طيب دلوقتي انا واحده تيجي تتبلى عليا وتقول لي انت جوزي. انا جوزها. وانت خدت الورقتين وشلتهم تحت البلاطه. انا ايه يعني انا عاوز قانون بقى يعني واضح بقى. طب ماشي وهي احنا ما نعرفش ايه الدنيا كانت ايه. لا انا عاوز قانون واضح. لا حضرتك ما انا ممكن طب والصور اللي طلعت والفيديوهات اللي طلعت كانت ايه؟ يعني ايه ما انا عندي صور مع صحباتي واصدقائي يعني. لا الصحبات حاجه والاصدقاء لا حاجه. لا 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 والصور دي كانت حاجه ثانيه. في صور احيانا احنا واصحابنا على البحر وبنتصور كلنا صور مش دي يا محمد. لا مش دي. لا تاني مره في الحلقه بيجي على الست يعني تاني مره. لا معلش 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 انا عاوز الراجل يتحمي من الستات على فكره وانا معاك جدا، بس في النهايه في صور طالعه شكلها ان الموضوع زياده مش صحوبيه. محمد ممكن يكون مصاحبها ممكن. لا مش مراته.
فين اللي يثبت ان هي مراته؟ والله بص اللي يثبت قدام مراته يا اما متجوزها رسمي يا اما معاه ورقه. بس يعني المشكله ورق محمد الشخنطيري مش ان هو متجوز او مش متجوز، المشكله انه قال لك ما اعرفهاش، هي دي النقطه. ايوه ما اعرفهاش ما اعرفهاش، هي بتقول له انت جوزي. طب يعني بس ما اعرفهاش في صوره معاها، هو عارفها بقى ايه اللي حصل بينهم؟ ايوه محمد مش فوتوشوب. ايوه الصور. هو الراجل قال ما اعرفهاش وانا هصدقها. طب وليه ما تصدقهاش؟ علشان هي اصلا كده كلها على بعضها برده، مش في حاجه غلط. اه بص الوضع كله وضع ملتبس، وضع مش صح، وهو يا جماعه اخره الغلط بيجيب غلط وبيودينا في حتت كلها غلط. ولكن في النهايه يعني نقدر نقول ايه، ان كلمه انا ما اعرفهاش برضو الواحد ما يستخفش بعقليه الناس اللي بتتفرج. فكره حضرتك متاكده ان الصور دي حقيقيه؟ محمد وايه ممكن نبقى متاكدين منه؟ ده راجل ممثل مشهور. طب هو ما طلعش قال الصور دي مظبوطه؟ ده ده انا ما اعرفهاش. وبعدين ده اه يعني ده راجل ممثل مشهور تمام، عنده فانز كتير جدا، وهو على فكره شخصيه راقيه جدا ومحترمه جدا على يعني احنا اتعاملنا معاه كتير بصراحة. تمام دلوقتي الراجل الممثل المشهور ده واحده اتصورت معاه، انت ممكن تكوني على البحر او على البدايه وواحده تجري تتصور معاكي مش او صوره يا عم منى والله يا استاذه والله العظيم بيتصور. ده محمد صلاح نفسه محمد صلاح نفسه لما بيسافر اي حته في المالديف ولا في ناس البنت بتبقى لابسه مايو وبتبقى مقربه منه اكنها حضناه هيجي الصور. طيب لا بس دي صور ناس قاعدين مع بعض. بص انا ماليش دعوه، لا خلينا انا بقول لك ان محمد الشخنطيري مع حق، وانا دلوقتي عاوز قانون واضح ان مش كل واحده تيجي تقول لك ده جوزها ما تصوروش مع ستات. لا مع جوزها يعني. ما تصوروش مع ستات. وانا بقول محمد الشخنطيري انا بلوم عليك حاجه واحده فقط، ان انت تقول ما تعرفهاش الصور طالعه معاك. وبعدين انت عايز قانون يحمي الراجل عشان ما تقولش ان الراجل من الورق اللي ما تصوروش. انت واحده تقول لك اتصور معايا حاجه غريبه. لا ما تصوروش، ما حاجه غريبه ان كل واحده تيجي تقول لك ده جوزي. جوزك منين؟ مين كل واحده؟ انت بترمي كلمه إيه بس يثبت؟ لا ايه اللي يثبت؟ ايه اللي يثبت ان هو جوزك؟ اصل احنا شفنا دي القصه دي قريب برضه. كل واحده تاخد تاخد ورقتها في ايدها يا جماعه، بلاش موضوع الورق اللي انتوا بتزعوا تسيبوه. انا دلوقتي عاوز اعرف وبعدين واحده بتقول انا متجوزه، يعني ايه متجوزه؟ عرفتي مش فاهم انا برضه مش فاهم. هي تفتكر الموقف ده كله معمول ليه؟ تشهير بيه ولا هي بتحاول تعمل مكاتب؟ ما هو رفع قضية تشهير وسب وقصف وهي رفعت قضية إثبات جواز من غير ولا ورقة. يا سلام يا سلام، ده احنا هنشوف لسه حاجات كتير في المحكمة. أنا هخش على القاضي أقول له والله بص أنا عندي بس صورة، بص السيفي الحلو ده عندي صورة معايا مع الأستاذ مش عارف مين، فهو كده بص كويس بقى ان هي ما قالتلوش انا مخلفه منك. لا ما حصلش. كان هيطلع يقول لها اقسم بالله ما ولادي برضه. وانا مؤيد اقسم بالله ما ولادي. هو مش اي حد. هو بيخبط مش دعوه. لا هو ما فيش الكلام ده. انا مطالب بحمايه الراجل من الست. يعني انا مثلا ببقى ماشي في الشارع تيجي واحده للمرأة. تيجي واحده تقول لي انا معايا ورقه مش معايا ورقه. تخيلي قريتها معاها ورقه ان هي متجوزاني. انت جوزي. ليه انا جوزك ليه؟ انت متصور معايا متصور معاك ليه؟ هو انت جوزي؟ طب اطلع بقى شهر بقى واعمل اسالك سؤال يا محمد، هو ليه ما بيحصلش العكس؟ يعني ليه الست ما بتروحش للراجل وتقول له الراجل يروح للست ويقول انت سنجل؟ يعني احنا ليه ما بنشوفش العكس؟ والله دي ما سؤال ذكي جدا عشان احنا صزك، احنا بيضحك علينا، احنا طيبات. طب اتضحك عليكي؟ اتجوزت واحد زي ما بتقولي بورقه وهو خد الورقتين، دي مشكلتي ولا مشكلتك؟ لا طبعا مشكله الهبله اللي عملت كده ده اكيد. طيب كده دلوقتي احنا بنطالب الحكومه بالانتصار للرجل ووضع تنتصر، يعني الراجل ياخد منها الورق والست مش لاقي حقوقها وانت عايز تحمي الراجل. انا دلوقتي إنها انا دلوقتي في كارثه خالص. جبروتكوا يا رجاله، كل واحده تطلع تقول لك ده جوزي. فين يا ست اللي يثبت ان هو جوزك؟ لا والله اصل هو خد الورقتين. انا مالي. جميل، يعني دلوقتي محمد بيطالب الست. احنا طبعا من الاول بنقول يا جماعه امشوا عدل علشان ايه ان ما نشوفش المشاهد اللطيفه دي، ولكن في الحالات اللي بتحصل زي دي محمد بيطالب حمايه الراجل بعد ما ياخد الورقتين من الست. وبعدين هي ممكن يبقى لها شويه صور كده طالعه على السوشيال ميديا والحاجات دي، فالناس تظن فيها بقى ما تظن فيها او يعني تفكر فيها. اصلا انتوا رجاله محدش بيتكلم عليكم. انا عاوز اقول لك على حاجه، انا اعرف ان واحد اتجوز واحده بيعملوا فرح. ما احنا قلنا بقى الوضع كله من بس خلاص بقى يعني. لكن انت كده تصحي الصبح انت جوزي دي ان شاء الله. طب هما انت كانوا متجوزين من الاول يا محمد وكانوا متفقين ان هما نزروا في اسره. محمد الشقنقيري اعلن ان هو اصلا ما يعرفهاش. نقطه بقى من اول السطر.
والصور اللي بينهم الكتير المختلفة اللي في أماكن كتيرة ما يعرفهاش إزاي. أنا بس أنا محمد شرف منفيري بحبه قوي. قال لك دي واحدة من الفانز. أمشي بقى ورا ستوكر بقى. كل شوية بقى صورة. في ناس بيمشوا ورا الناس اللي بيحبوهم كده. تفضل ماشي وراها تفضل ماشي وراها في كل حته. انا مش مقتنع. بصي انا اللي يثبت لي ان هي ان هو متجوزها ان تطلع ورقه الجواز. طلعوا لي المأذون. هاتولي مأذون. بلاش مأذون عشان هما ما اتجوزوش بمأذون. هما اتجوزوا بورقه يعني. تمام. فين الورقه؟ لما عيال خدها عشان كانت مأمناه يعني ان هو ياخد الورقه ياخد منها سمعتها. ينفع كده؟ لا انا كمان تقول يحموا الرجاله. والله لازم يحموا الرجاله. لا احنا نعمل التشهير اللي على محمد الشقنقيري ده والست اللي مصورها طلعت يبقى ده مش تشهير. مش في حاجه اسمها فوتوشوب. كل الصور دي فوتوشوب. عادي جدا ده انا ممكن وانا قاعد دلوقتي اعمل لك 1500 صوره فوتوشوب. كل دول فوتوشوب كده. طيب يعني احنا دلوقتي بنقول ان الفنان محمد الشقنقيري انكر تماما معرفته بهذه الفتاه وقال ان انا ما اعرفهاش وقال ان انا عمري ما شفتها وبيعيش حياه سعيده ورغده مع مراته اللي هو بيحبها وبيحترمها الست الوقوره اللي هو متجوزها من زمان. ايوه بيعيش معاها حياه سعيده وهو اصلا مش واخد باله حتى يعني هو اصلا وانا بكلمه والله من يومين قال لي انا اصلا مش عارف يعني ايه الموضوع ده مش هو اصلا مش في دماغه لان انا بستعد للاعمال الفنيه بس هو مستاء طبعا يعني شهر بيه وهو اللي انا شهر بيه هو لكن ما شهرش بالبنت خالص. شهر محمد ما شهرش بالبنت. بص بقى عشان الموضوع ايه كده طلعي بص إيه؟ انا دايما بناصر المراه تطلع لي ورقه الجواز وانا اقسم بالله شاطره يا هبله لما خد منك الورقه مع عدانا دلوقتي ندافع عنك على عبط كده ماشي لا طلعي لي ورقه الجواز بتاعت محمد الشقنقيري ان هو اتجوزها وانا طب تجيب لنا شهود اكيد موجودين طب ما يعني عندي شهود بس بقى تفتكر اللي هيشهد هنا ولا هيشهد هنا تجيب لي شهود هتشهد هنا ولا هيشهد هنا مش كل مصر فيها كاميرات دلوقتي مش العماره اللي هم كانوا قاعدين فيها فيها كاميرات الله اعلم يمكن تطلع لنا لا وافرض ان هي بتاعته والكومباوند مش هيطلع اللي ليه هو تعمل ايه ما هي اكيد المكان ده مملوك ليه هو هتروح هي بصفتها ايه تقول لهم طلعوا لي كاميرات هي قالت ان هي كانت قاعده في المعادي ما هي لو مكان مش بتاعها اكيد العماره اللي قدامهم فيها كاميرات هتجيبهم وهم داخلين العماره يا الله ليه الدنيا صعبه كده تثبت ليه الدنيا صعبه يا جماعه والنبي لما نبتدي يعني الناس اللي بتدخل العلاقات دي وهي ناويه تخربها في الاخر ما توجعوش بقى قلب الناس حواليكوا وتبهدلوا الدنيا وبعدين انتوا نموذج برضو للمجتمع فصدروا للمجتمع صوره حسنه علشان في شباب بيتعلم منهم ان ايه امشوا عدل من الاول وامشوا صح وشوفوا اتفاقاتكم ايه انت عارف المشكله ايه انا اللي مضايقني في الموضوع ده كله ان هي محمد الشقنقيري بيته يتهدم هو يعني طبعا مراته يعني هم اساسا كانوا في فتره انفصال اصلا مراته اللي هي ام ولاده طب هي مراته ام ولاده دي ما دي واحده مراته قدام الناس وقدام الدنيا ممكن حاجه زي كده تاثر في مشاعرها هي على ست على واضح انها ست على الموضوع ما اثرش فيها وهم رجعوا لبعض واحنا عموما الموضوع في ايد القضاء المصري وهنستنى نشوف القضاء المصري هيقول ايه ولو حصل ان هو مش فارق معايا الموضوع راح القضاء المصري ليه؟ ما انا ما اعرفش هو رفع قضيه وهي رفعت قضيه هو رفع قضيه سب وقصف وتشهير و و وهي رفعت قضيه ان هي تثبت الجواز من غير اي حاجه مش وقت صور انا اعتقد ان القضاء ما بياخدش بالصور اكيد يعني عايزين نشوف اعتقد القضيه دي كمان جديده على المحاكم على صحه المحاكم لا لسه في قضيه من 5 6 سنين نفس برضه بصور برضه ليه يعني برضه نفس السيناريو بس دي كان فيها اولاد بس ما هو الراجل قال لك اقسم بالله ما اولاد يعني كل راجل يحلف عايز قانون بص عاوز اقول لك على حاجه مش كان في دي ان ايه يا عم ما عملش دي ان ايه لا عشان تبقي عارفه احمد عز لو احنا بنتكلم على القضيه الاولى ما عملش لانه عشان تعملي دي ان ايه لازم يكون في حاجه تثبت علاقه فاحمد عز ما عملش دي ان ايه هو واثق في نفسه ما عملش دي ان ايه انا عامل دي ان ايه ان شاء الله انا اصلا ما عرفتيش هو يا جماعه كده الموضوع من الاول هو الموضوع كده ساب يا جماعه اي حد يجي والنبي تعالى اعمل دي ان ايه عشان نشوف ده لا 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 الرجاله مظلومه في البلد دي الرجاله طلعت مظلومه الرجاله طلعت مظلومه ومحمد بيتحاسب في الستات وانا هسيب الستات عليه على محمد على صفحته خشوا له شوفوا اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه مش كده حسبي الله عشان احنا قلبنا رقيق بنصدقكم يبقى حسبي الله ونعم الوكيل فيه بصي معلش مع احترامي ليكي
تمشي عدل يحترع دوت. انا جدا مع ده، انا مع ده جدا. عاوزه تتجوزي؟ يعني بقى نمشي عدل بالظبط، نمشي عدل ونمشي صح علشان الناس ما تمشيش تدور ورانا، ولا عايز يقعد يمسك في الحاجات يمسك فيها. اتفقتوا اتفاق احترموه وحلوا عننا واقفلوا على نفسكم وما تصدرونوش لما تيجوا تختلفوا في الاخر، علشان خاطر الموضوع مش احنا اللي بنتفرج، موضوع في مجتمع بالكامل، في قيم بتتهز من التصرفات الفرديه اللي بتحصل دي. ربنا يصلح. عادل امام اخباره ايه؟ لا عادل امام ده زعيم. الزعيم يعني انا احكي لك على موقف كنا في عرض الخاص بتاع فيلم مولانا، وانا كنت بغطي التلفزيون وهو ما سجلش خالص. انا رحت قلت له لا انا بص انا هسجل يعني طبعا عادل امام والله العظيم كان بياكل في يعني كان جايبين له فشار يا روحي، قال لي طب خد وبياكلني فشار وبتاع. اهم حاجه اللي هو لا عادل امام ده تاريخ واهم حاجه ان هو والاشاعات حاجه كل شويه شهادتي على فكره بجد سخيفه جدا جدا. تخيل انت عند مامتك او باباك كل شويه تطلع عليهم اشاعه بالشكل ده. مستعجلين قوي ليه؟ مستعجلين ليه؟ ما ربنا يخليه لنا. يعني احنا دلوقتي ما عندناش من الزمن ده غير، وهو بصحه جيده والحمد لله وعلى رجليه. وكان عيد ميلاده من حوالي شهر 17 مايو وكمل 82 سنه صحه وعافيه وسعاده وسلامه وسلامه. هو يمكن الظاهر او ما بيظهرش يعني لا الراجل كبير وخلاص هو بيعيش في ايام، ما نقعدش بقى كل شويه بالضبط. ايه يا جماعه ده احنا على فكره السوشيال ميديا دي بقت حاجه صعبه قوي جدا. يعني انا 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 شخصيا حاطط فيديو انا وفنانه اسمها ندى بهجت، هي كانت في مسلسل بتاع مصطفى شعبان تقريبا توبه، مسلسل عمرو سعد، وكان مسمينها سماح لبان. يعني كانت بتاكل لبان بطريقه فبيقولها عليكي ندى. انا دخلت حطيت الفيديو، كنا في المسرح مع بعض وبتاع، فعملنا فيديو انا وهي. كمية التعليقات الدواعشية خضتني. ما هو ده انا 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 اخش اشوف التعليقات بتاعت الناس. اولا الفيديو ما فيهوش اي حاجة يعني مستفزة. بقول لها عليكي نتغة لبان مش عارف ايه بنهزر يعني. فانت متخيلة ان الناس تخش هي بتشتمك وبتشتمها طبعا لمجرد والحساب ويخرب بيتك. انت تعرف ده اللي ماسك سكوك الجنه والنار. انت تعرف ربنا. انا طب انا بصلي يمكن انت ما بتصليش يعني ده اللي ماسك سكوك الجنه والنار. كميه الكومنتات تخض لدرجه ان انا كنت عاوز اقفل اشيل الفيديو. لا ما تشيلش الفيديو، سيب الفيديو، واللي يقول يقول وما تردش عليه. اللي بيهزه وبيتكلم كده بيهزه نفسه هو، مش بيتجاوز فيه انت. خليه يلا، خلوا بالكم ان ده فصل المحصنات، قصف المحصنات اللي انتم واشين كده كل صورة بنت اللي انتم بتشوفوها ومش عاجباكم ده يعني انتم من الكبائر. مش عارفه الناس تقريبا كانوا غايبه في حصه الكبائر ولا لا. هو الناس غايبه عن حاجات كتير قوي. عايزين نقول لمحمد صلاح حاجات كتير قوي. نقول لك كل سنه وانت طيب، عيد ميلادك النهارده، ولا نقول البقاء لله جد توفى من ساعات. لا خلينا في السعاده بقى ونقول له البقاء لله في الاخر يعني. ونقول له مبروك. كان لابس مايو حلو والله يعني. يعني لما يقول له هو كان لابسه اخر بس مره. بس الستات اللي بتنفسن يا جماعه ايه مايو سمعني. يعني والله انا شاري مايو من زارا الاحمر. لا انا لا عم جايبه ب 100 جنيه. يعني انا جايب مايو من زارا يعني في السيل كان مش عارف ب 1000 جنيه بقى ب 200 جنيه. فمبسوط جدا ولسه ما لبستهوش. سعيد سعيد بالمايو. بس عادي اللي هو صلاح برضه عامل فورمه. مثل شبابك يا ابني. يعني انا بحاول اعمل الفورمه دي بس باكل بالليل كتير فمش عمري ما هوصل للفورمه. هو بيقول لك بياكل بالليل سلطه ومش عارف ايه كده. اصل انا مقام من الرب الرحيم. زبادي ابو ليمون. ايوه هو انا بس انا بقى كده باكل يعني. نجيب لي فرخيه وراجل باكل زبادي بالليمون، فالطبيعي بتاعنا ان هو يبقى كده. ابو صلاح لا مشرفنا. ده اكيد محمد صلاح في الساعات الجايه هيكون معاه جواز سفر دبلوماسي، وكمان هيكون سفير الرياضه بيمثل جمهوريه مصر العربيه. ده طبعا تكريم لدور كبير. الحمد لله ان الدوله مش مهرجان القاهره الدولي الغردقه. الحمد لله ان الدوله يعني لا كويس يعني خلي بالك بتعملوا كده في الغردقه يا جبابره صلاح عندكم. خلي بالك ان الدوله لسه مش واخده محمد صلاح اللي لازم تاخده منه. ده حقيقي. محمد صلاح ده صوره بيحطها كسر الدنيا. صوره ده انت ممكن تعمل للسياحه. يعني انا مستغرب ان احنا في المرتبه السادسه في السياحه العربيه. السياحه العربيه المرتبه السادسه. انا مش السعوديه الاولى. السعوديه برضو خلي بالك اصل السعوديه عندها جانب الحج بيدخلوه مع طبعا هي لازم تكسب. لكن إن احنا في المرتبه السادسه احنا اللي عندنا كل الحاجات دي. عندنا بحر احمر وعندنا دهب وعندنا بحرين لا
محميات طبيعيه ونشته ومصيف وكل حاجه. انت روحي دهب. روحتي دهب قبل كده؟ حته طبعا. روحتي دهب قبل كده؟ طبعا طبعا حته كده لوحدها. يعني انا دلوقتي بيبقى عندي اروح حته بصرف فيها فلوس كتيرة ودهب دي انا بروح بصرف ولا مش حاجة قوي. ولا حاجة مش قليلة جدا. تروح على الجبل وتاكل الحاجات المشوية يعني الأوضة في دهب أحلى طبق كده مش عارفة بكلام فاضي. أنا عايز أقول لك على حاجة، الأوضة في دهب أوضة بتكييف بحمام خاص مفيش هناك الأوتيلات كبيرة قليلة قوي. لا أنا ما بحبش الأوتيلات الكبيرة هناك، أنا بحب أقعد في الحاجات اللي هي الكامب دي اللي قدام البحر على طول. او ابقى في النص كده وفي الممشى واشوف الناس وشوف كل حاجه. انا روحت قعدت في فندق ميريديان ما عجبنيش، ما حبيتش. ما علشان هي ليها طبيعه فطر كده فطريه خالص. شرم انا اروح الاوتيلات بتاع عاوز المنتجع الريزورت. لكن الذهب انا عاوز اقعد هناك طبيعه في الجبل. الاوضه ب 400 جنيه الاوضه. يعني الناس اللي بتقعد تقول مش هيفو يا عم، ده انا رايح ب 400 جنيه. لان فعلا 3 ايام 2000 جنيه غرقوك في دهب. لا جد. يعني ممكن 3000 جنيه يعني لو اسره 5000 جنيه. لا انا بتكلم على فرد مش جواب الاسره. لا يعني خلي بالك لو اسره هتاخد اوضه في اليوم ب 800 جنيه او 1000 جنيه فاتت بسعر رخيص جدا بالفطار. ده مقارنه بالساحل ومقارنه بالغردقه. فالناس تقعد تقول مش عارف ايه بتصيف. على فكره احنا بنصيف برضه في حاجات مش بندفع فلوس كتير قوي. المهم ان انتوا تبقوا مبسوطين، مش مهم ان انتوا بتصيفوا فين، دي اهم حاجه. وعندي ملاحظه محمد الاسبوع ده ليه ما فيش صور بحر؟ نسرين طفش بس هي اللي نزلت اطلال على البحر، ولا فنان ولا فنانه. كانت درجه لا حلوه بصراحه كانت فين يعني. ده احنا الاسبوع ده كان درجه الحراره 50 ليه ولا حد نزل صور على البحر؟ نسرين طفش مواصفات فتى احلامها دي. اسمي محمد حسن. لا 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 خلي بالك بقى، انا عامل فيديو معاها كده كنا في مهرجان الفضائيات فسالتها قالت لي يكون طيب وحنين، يعني مش مهم عندها برضه انه يكون غني. فاللي عاوز يا جماعه يتجوز نسرين طفش يكون طيب وحنين. دلوقتي كلنا هنعمل طيبين. هنحط لكم الفيديو عشان تعرفوا المواصفات. كلهم هيبقوا طيبين. هي بصراحه قمر طبعا زي القمر. فيعني احنا بس انا موضوع البحر ده هو اللي لفت نظري جدا. وكمان حاجه ثانيه مش عارفه الاسبوع ده في حاجه كانتش مظبوطه قوي مش عارفه ليه. السينما نزلت ايراداتها للنص يعني بعد ما كنا بنحقق معدل تقريبا في الليله الواحده من 800 ل 700,000 نزل متوسط ايراد السينما 450,000 بنفس الترتيب اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات. واحد تاني لا زال الاعلى وراء العنكبوت. خلي بالك برده ما في حاجات يعني افلام بقت بتتسرق. ليه؟ يعني احنا كنا ماشيين كويس وتقريبا ستيدي كيرف بعدين فجأة نزل. ليه؟ عشان الافلام دي بقت في حاجة كده في التي في دلوقتي مش عاوز اعلن عنها لان دي بيستقوا منها كل حاجة. هو مجرد ما بتنزل على التلفزيون ده برنامج كده صغير بينزل عليه كل حاجة في السينما، كل حاجة في المباريات، كل حاجة حصري، سرقة حصري. لا خش تلاقي الكواليتي كمان بتاع الفيلم كويس جدا. عارف بقى دي محتاجة ايه يا محمد؟ محتاجة ضمير المواطن اللي بيقلب ويتفرج. لا هو المواطن مش فاضي للكلام دلوقتي، مش هيسمع كلامنا وهيشتمونا. لا لا اصل هو في النهاية الراجل اللي كلف الفيلم ده هو دفع عليه فلوس كتير قوي. هما الناس بتفتكر ان 55 مثلا مليون جنيه اللي حققهم واحد تاني هيروحوا تجيب احمد حلمي او هيروحوا يجيب المنتج. خلي بالك يا جماعة، لا خلي بالك ان وزارة الثقافة عاملة حاجة اسمها السينما الشعب. دي ب 40 جنيه للتيكت. طيب هايلة جدا. وفي كل حاجة يعني في البحر الأعظم في واحدة هناك في كذا حتة. ده كان حلم ان احنا كنا كتير. فيلم احمد حلمي ده تقدري تتفرج عليه ب 40 جنيه. طيب حلو قوي. كواليتي حلو، شاشة حلوة، في جو مكيف، خروجة وحاجة لطيفة وفي شارع البحر الأعظم تقريبا قدام نادي نقابة المهنة التمثيلية ب 40 جنيه. طيب حلو قوي. ده وزير الثقافة اللي عاملة المشروع. ليه ارتكب بقى انها دي سرقة على فكرة؟ دي سرقة وملهاش أي اسم تاني. اللي هيروح ينزل وصلة ويحط ويجيب الفيلم ويجيب الماتش. مش وصلة، دي بتشتغل بالإنترنت كده وحاجة. لا ده حاجة ده بقت منظومة. التكنولوجيا تفوق مستوى. هو بقت منصات. يعني الحاجات دي منصات. طيب هروح كمان بقى المسلسل دير بيتك. انت عارفة ان الناس كلها دلوقتي هو بيجي يوم الاربعاء والخميس والجمعة. فانا كنت بشوف كده على السوشيال ميديا كل الناس الله النهارده الاربعاء. الله ايه الاربعاء؟ عشان المسلسل بتاع البيت بيتك ده هيجي النهارده بتاع كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر. فالناس كلها العمل الجاي ده يا جماعه بيفرق. بيقول فعلا مش مرتبط باي شهر ولا رمضان. بيتعرض على شاهد وعامل جماهيريه كبيره جدا. من الحاجات كمان اللي انا شفتها في المسلسل ده الحقيقه ان انا اول مره اشوف الاغراء بطريقه لطيفه.
يعني هو جايبين البنت لابسه عبايه كده او حاجه لطيفه، فهي اتجوزت الراجل، فعشان كده باباها ابو الراجل ده كتب له. طبعا اللي بيتفرج على المسلسل هم عارفين ابو ليه، بس عجبني فكره ان هو استخدم اللي هو البنت اللي شغاله بشكل مش ما يسقش دي، مش اوفر يعني، مش لازم بقى تطلع، لا ده هو استخدمها بشكل رمزي. بص يا محمد، يعني بعد اللي شفناه في رمضان والكبير واللي عملته مربوحه خدت الاغراء في ايدها وخرجت خدت الاغراء وخرجت، خلاص بقى هنجيب لبنى ولا هنجيب الاسد اللي كانت لتسال هنقول ايه. فخلاص كمان عندي خبر اخير بقى بصراحه، هو انا هتكلم عن مسلسل يعني جماهيريا ما حققش، مسلسل اسمه وسط البلد. مع انه كان واعد جدا ان هو بيقدم السوب اوبرا لاول مره في شاشه التلفزيون، وده كانت حاجه ان الناس حتى هتتفرج على. انا هاخدك لحته ثانيه بقى خالص. المسلسل ده انا بسميه رومنتاديت الفنانين، بقالهم كتير ما فعلا ما ظهروش، ده حقيقي. ولما تخش تقري الاسامي بتاعت الناس كلها، لا ده في رومنتادا تاريخيه. احمد شفيق قدر يرجع الناس دي، جابها من البيوت اشتغلوا، انا بحييه بحقيقه. وكمان كميه احمد شفيق دكتور في معهد المسرحيه، كميه الوجوه الشابه، يمكن احنا مش هناخد بالنا منهم دلوقتي، بس كميه الوجوه الشابه اللي في المسلسل ده هيطلع منهم على الاقل 5 أو 6 نجوم كبار، وبكره فجر. لا ان شاء الله يطلع منهم، مصر دايما ولاده ودايما بنشوف. فانا عاجبني هو عامل رومنتادا كبيره وتاريخيه، وبحييه عليها لجمال عبد الناصر، الممثلين جامدين جدا وانا بحبهم جدا ومبسوط ان هم موجودين. كمان مطلع 10-15 وجه جديد وبيديهم مساحات. بس هو يمكن اتظلم في حاجه ان هو كان بيتعرض وبعدين اتقطع برمضان، فالناس فقدت كده الجزء اللي قبله والجزء اللي بعده، يمكن الحته دي كان تاريخ العرض. وبعدين دلوقتي برده فتره الامتحانات بعد رمضان والناس داخله على الصيف، عاده الحاجات دي يعني الناس دلوقتي ما بتمشي، هو الستايل انه عايز الناس تقعد تتفرج عليه وتتابعه، مسلسل عائلي. يعني عايز الناس ما بتملش للاعمال اللي هي بقت كبيره دلوقتي، الطويله قوي. الناس يمكن ما عندهاش وقت قوي، عايزه الحاجات القصيره الصغيره، يعني دلوقتي 7 حلقات و10 حلقات بيعملوا انتشار اكبر شويه. وده يرجعنا ان احنا عايزين دايما دراسه لسيكولوجيه المشاهد، الناس عايزه تشوف ايه وعايزه تشوفه ازاي، لان في النهايه المنتج بتاعك بيشوف المشاهد اللي هو هيحكم عليه هيتفرج عليه ازاي، فما تعملش حاجه وما تاخدش حظك. بس خليني برضو حي احمد شفيق طبعا على الريمونتادا اللي هو عملها للنجوم دول. اكيد، واحنا دايما بنحب نشوف الحاجات القديمه وبنحب نشوف الشباب الجداد وبنحب نشوف الميكس الحلو ده دايما على الشاشات واللذيذ في البرنامج، مع ان هم دول مش هينفعوا البرنامج بتاعنا عشان الناس دي ما بتعملش ترندات. هيعملوا برضه. لا الناس الكبار ولا الشباب اللي طالع جديد، ولكن احنا دايما دايما هنكون مع الناس في ترند. هتعمل انت ايه بقى في الويك اند ده؟ يعني ان شاء الله ممكن اسافر والله، يعني يومين ثلاثه. شكلي رايح الغردقه. انا مش رايح الغردقه ابدا ابدا، وبعدين انا رحت الغردقه اكلم محمد بسيوني صديقي العزيز هناك، فاروح اكلمه هناك على طول، هو ظابط هناك فهيقدر يعني يبعد عني الراجل. يحميني المذيع الجد. ايوه، ويطالب بالحمايه. ان شاء الله تقضي ويك اند حلو، وانا عن نفسي مش عارفه هعمل ايه الويك اند ده، بس اكيد مش هروح الغردقه. انا اتمنى انك تروح الغردقه. هياخدوكي هناك في الغردقه يملك استقبال تاريخي. ونشوفكم الاسبوع الجاي وترندات جديده وكل المهووسين. اجازه سعيده، اجازه سعيده يا محمد. اجازه سعيده. يلا بينا. يلا بينا.